كرامنا المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج طبعة المشاهد. تحل اليوم الذكرى الثانية لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز مقاليد الحكم في المملكة، ذكرى عزيزة واحتفاء شعبي ورسمي بقائد عظيم شهدت المملكة في عهده حضورا متميزا في مختلف المحافل الداخلية والخارجية بصورة تبعث على الفخر والاعتزاز بالوطن والمواطنة، وهي ذكرى غالية تشكل حلقة متواصلة لتنمية مستديمة شاملة ينعم من خلالها أبناء هذا الوطن بالأمن والأمان والرفاهية. لتفاصيل أكثر نتابع ما رصدته الصحافة بهذه المناسبة ثم نعود. خصصت الصحف المحلية معظم صفحاتها لتغطية مناسبة الذكرى الثانية لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود مقاليد الحكم. صحيفة الرياض كتبت عنوانا: الوطن يحتفي بذكرى تولي قائد الإنجاز والعطاء، وخصصت ملحقا بمناسبة ذكرى البيعة. في حين كتبت صحيفة عكاظ: سلمان زعيم لا يهاب الصعاب، أشارت فيه إلى الإجماع المحلي والدولي لإنجازات خادم الحرمين الشريفين وجرأته في مواجهة التحديات المعقدة. أما صحيفة الوطن فقد عنونت تغطيتها لذكرى البيعة بسلمان وبناء الإنسان، عامان من التحديث، وفي الداخل خصصت ملحقا بذكرى البيعة الثانية لتولي خادم الحرمين الشريفين مقاليد الحكم. فيما اختارت صحيفة المدينة عنوانا: سلمان محور العالم وعز الإسلام، وفي الداخل تناولت من خلال ملخص خاص مسيرة الإنجاز والعطاء لخادم الحرمين الشريفين. وبدورها وضعت صحيفة الاقتصادية في صفحتها الأولى: طاعة وولاء سلمان الإنجاز، صنع التحول أميرا ويقوده ملكا، وفي الداخل تناولت محطات من تاريخ ملك عرف بالشجاعة والإقدام. أما صحيفة الشرق الأوسط فكان عنوانها: السعودية في الذكرى الثانية لمبايعة الملك سلمان، نجاحات وإنجازات رغم التحديات. في حين كتبت صحيفة اليوم: الذكرى الثانية لبيعة الملك، رؤية ل2030 وتعزيز لمكانة المملكة عالميا. أما صحيفة الجزيرة فجاء عنوانها على الصفحة الأولى: سلمان مستقبل الوطن وحاضر الإنسان. وأخيرا من صحيفة مكة التي أشارت إلى مضي عامين منذ تولي خادم الحرمين الشريفين مقاليد الحكم، مختصرا بحكمته ورؤيته وحزمه حقبا وأزمانا. ولمناقشة أبرز ما تطرقت إليه صحف اليوم، أرحب بضيفي من المدينة المنورة حسن النجراني المشرف العام على مكتب صحيفة عكاظ. مرحبا بك أستاذ حسن. حياك الله، أهلا وسهلا فيك، وتحل اليوم ذكرى البيعة الثانية العزيزة على قلوبنا جميعا، ونسأل الله أن يديم هذا البلد وأن يديم أمنه واستقراره وأن يديم الصحة على قائد المسيرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز. اللهم آمين. بداية، كان هنالك استباق وحضور لافت من جميع الصحف لهذه المناسبة الهامة أو الأهم بين العناوين الأخرى، على دعنا نقول على مختلف العناوين والمواضيع، كيف قرأت ما جاء؟ بالنسبة للصحف هي اليوم تميزت جميعها بالاستثناء في تغطية هذه البيعة، في ذكرى البيعة الثانية لسيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، وأهني نفسي وأهني الشعب بهذه الذكرى الغالية. التميز الذي قدمته الصحف اليوم يعود إلى أبرز نقطة، وهو وجود الإرشيف والمتابعة المستمرة للمنجزات التي حدثت في عهد خادم الحرمين الشريفين، هذا العهد الميمون الذي بدأ يضع المملكة على الخارطة الإقليمية والخارطة العالمية، حقق عدد من النجاحات على المستوى الأصعدة الداخلية فيما يتعلق بالاقتصاد ورفاهية المواطن، وعلى المستوى الخارجي فيما يتعلق بأمن المملكة وحماية الدول الصديقة. الصحف تناولت أبرز هذه النقاط وأفردت لها المساحات، وشاهدنا الصحف قدمت مواد متميزة، بالإضافة إلى حضور الإعلان اليوم بشكل لافت. الصحف اليوم الجزيرة والرياض وعكاظ قرابة 84-85 صفحة،
المدينة قرابة 64 ومكة تقريبا قرابة 36 صفحة. هذه التغطية الموسعة التي تناولت العديد من المحاور سواء فيما يتعلق بالمحاور الداخلية، الاقتصاد والتنمية والإنسان والتعليم، بالإضافة إلى الملفات الخارجية، ظهر جليا مدى احترافية الصحف ومدى استعدادها لهذه المناسبة الغالية والعزيزة على قلوبنا. جميل. للحديث أكثر عن هذه المناسبة وتولي خادم الحرمين الشريفين مقالد الحكم في بيعته الثانية، انضم معنا عبد الوهاب القحطاني نائب رئيس تحرير صحيفة الجزيرة. مرحبا بك أستاذ عبد الوهاب. يا مرحبا، حياكم الله. حياكم الله. صف لي هذه العامين التي كادت ألا تخلو من شيء يدعو إلى الفخر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله. الحقيقة بدأ يسرني أن أتقدم بخالص التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ولسمو ولي عهده الأمين النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الداخلية الأمير محمد بن نايف ولسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عبد العزيز وزير الدفاع بهذه المناسبة الغالية، وهي الاحتفائية الثانية ببيعة خادم الحرمين الشريفين. ماذا عسانا أن نقول في مثل هذه المناسبة الاستثنائية؟ نعم. في ظل عامين شهدت فيه المملكة العربية السعودية قيامها دورها المحوري على المستويين العربي والإسلامي في حمل قضايا الأمة والدفاع عنها، ماذا عسانا أن نقول من أن هناك أيد تبني لرفعة هذا الوطن ولمجده ولزيادة نمائه اقتصاديا ولرفاهية مواطنيه، ماذا عسانا أن نقول أن هناك أيد أخرى تدافع وتحمي هذه البلاد الطاهرة وتذود عن مقدساتها. هذه المناسبة في هذا اليوم المشهود الحقيقة أن جميع الصحف تبارت في الخروج بأزهى وأفضل ما لديها من إمكانات تجلت في جمالية الطباعة وفي دقة التحرير وفي شتى مواضيع الحقيقة التي ركزت عليها مما يتعلق بالإنفوغرافيك واستخدامه في وضع هذه المسيرة الجميلة لمدة عامين، إن كان على الصعيد المحلي وإن كان على الصعيد العربي وإن كان على الصعيد الإسلامي، جميعها الحقيقة صدرت اليوم، لعل من بينها صحيفة الجزيرة التي هي كانت اليوم الجريدة الأولى في عدد الصفحات التي قدمتها في ظل هذه المناسبة بعدد 88 صفحة. من بينها عدد استثنائي قدمت ملحقا أبرزت فيه 8 صفحات متصلة لأول مرة تحدث في 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 الصحافة السعودية، قدمت 8 صفحات متصلة قدمت فيها سردا يوميا لمدة عامين بما أنجزته القيادة الرشيدة ممثلة في خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي عهده، قدمت للقارئ عن طريق الانفوغرافيك معلومات يومية متكاملة لهذا الحراك الذي شهده وطننا العزيز في هذه الذكرى الغالية. نعم أستاذ عبد الوهاب، فيما يعنى بتباين العناوين، على رغم الكثرة أو وجود الأرشيف الغني جدا، أصبح هناك تباين في اختيار العناوين الرئيسية بين الصحف، ذلك لاختلاف الموضوعات؟ لا شك أن قائد المسيرة الملك سلمان، يعني خلينا أكون معك صادق، أن جميعنا كمحررين وصحفيين نحار كثيرا في أن نخرج بعنوان يعني يعبر عن حبنا لهذه القيادة وعن حبنا لهذا الملك، عن تقديرنا لما أنجز خلال عامين فقط على كافة الأصعدة. فهناك من كتب عن الحزم والعزم، وهذا لا شك أمر يهم كل مواطن في أمنه وأمانه، وهناك من كتب عن مستقبل الوطن وعن حاضر الإنسان،
وهناك من كتب عن أنه زعيم لا يهاب الصعاب كما جاء في صحيفة عكاظ. نعم. وفي الوطن أتى عنوانها أن هذا القائد هو يعني مرة عمان على بناء الإنسان. نعم. فالجميع الحقيقة يحار من أين يكتب عن 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 هذا القائد العظيم الذي كان جل همه هو الوطن والذود عنه والحفاظ على أمنه وأمانه، وفي المقابل أيضا هو الاهتمام برفاهية المواطن وبأمنه وبأمانه. الأستاذ عبد الوهاب القحطاني نائب رئيس تحرير صحيفة الجزيرة كنت معي على الهاتف، شكرا جزيلا لك. أعود إليك حسن، ذكرنا بأن هنالك مادة غنية ساعدت الصحف على وجود ملاحق لعدد اليوم تحديدا، أي من تلك الملاحق قرأت؟ اطلعت على أغلب الملاحق تقريبا التي نشرتها الصحف والتي تبارت فيها، ويعني يحار الكلم أن يوصف هذه الملاحق، ولكن أقول أن هناك جهودا كبرى بذلت تناسب هذه البيعة وتناسب قوتها ووجودها وتناسب هذا العهد الميمون الذي نشاهد فيه المملكة وهي تعمل على الخريطة المحلية الإقليمية والعالمية. أمين نوعا ما إلى عكاظ والرياض والجزيرة قدمت ملحقا تقريبا غني بالمعلومات، غني بالإنفوغرافيكس، بأمور كثيرة، لكن الإعلانات في الغالب تطغى عليها صيغة الإعلان سواء في مجال التحرير أو حتى في مجال سرد المواد. جميل. طبعا احتفت اليوم الصحف بوجود المادة الإعلانية والتي دعنا نقول تعزز من تواجدها. فعلا هو احتفت اليوم بالإعلان واحتفت بهذه الذكرى وبمشاركة عدد من الجهات الحكومية والخاصة الأفراد والمجموعات في تهنئة خادم الحرمين الشريفين بهذه البيعة الميمونة وتأكيد البيعة وتأكيد المضي خلف توجيهاته حفظه الله وتوجيهات سمو ولي عهده وسمو ولي عهده حفظهم الله. عادة في السرد التاريخي لهذه المسيرات الطويلة يعني يصعب على المحرر استدراك كل ما جاء فيها، كيف يتم توزيع دعنا نقول هذه المراحل أو تلك التوجهات مختلفة الأصعدة؟ أغلب الصحف عملت منذ وقت مبكر في مخاطبة المكاتب بأهمية ضرورة المشاركة في هذه البيعة. بداخل الصحف هناك أقسام متخصصة في الاقتصاد، في السياسة، في المحليات وجوانب أخرى. كل هذه الأقسام تقوم الأغلب الجهات بعمل اجتماعات مسبقة، بوضع المحاور، بوضع الخطوط الرئيسية لإخراج هذه المناسبة بطريقة احترافية. بعد ذلك يتم توزيع الأعمال والعناوين المقترحة والمحاور التي سيتم طرقها سواء في مجال الاقتصاد، في مجال السياسة، في مجال المرأة، في مجال الاهتمام بالطفل، في المجالات، في المشاريع، في الأمور التنموية، السياسات الخارجية، الملفات الكبرى مثل حرب اليمن، مثل جهود المملكة في إحلال السلام في سوريا، وبالإضافة إلى مركز الملك سلمان للإغاثة. تقوم الصحف بتوزيع هذه المهام والحصول على المعلومات والبحث في الإرشيف ومحاولة وضع سائر هذه المعلومات في قوالب تقدم للقارئ بشكل محترف على هيئة انفوغرافيكس كما ذكر أستاذنا الأستاذ عبد الوهاب القحطاني، أو على هيئة مواد، لقاءات مع مواطنين، لقاءات مع مسؤولين، كلمات. كل هذه الأمور في الأخير في المحصلة تقدم مادة غنية بخصوص هذه البيعة وتقدمها بطريقة جميلة للقارئ. جميل. انعكاس هذه المسيرة في العامين منذ أن تولى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز مقاليد الحكم على الصحافة تحديدا، ما الذي تغير في الصحافة؟ ما الذي تطور؟ طيب أعتقد بأنه الصوت انقطع بيني وبين حسن. أذهب إلى ضيفي من مكة المكرمة موفق نويصر نائب رئيس تحرير صحيفة مكة. مرحبا بك أستاذ موفق. أهلا أخي عبد الله، حياكم الله. سألت حسن سؤال، ما الذي تطور خلال العامين في عهد خادم الحرمين الشريفين وانعكس على الصحافة تحديدا؟
ما اسمعك اخوي عبد الله، تعيد السؤال مره ثانيه. اقصد اذا كنا نتحدث عن انجازات وعن تطور في مراحل كثيره وفي اوجه كثيره، أعتقد بأنه هذا ينعكس تلقائيا على الصحافة، قيادات الصحافة، ماذا يكتب في الصحافة، السقف، دعنا نقول إذا كان هنالك سقف للصحافة، ما الذي تغير في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان؟ الصحافة بلا شك مثلها مثل باقي القطاعات شهدت حراكا كبيرا، ولكن في هذا المجال تحديدا إن سمحت لي بس في دقائق، نعم. يمكن أختلف مع بعض الزملاء فيما يتعلق بالنشر ما حدث اليوم في الصحف. نعم. أنا أعتقد أنه هذه المناسبات هي كرنفال وفرصة للصحف أن تبرز أبرز مواهبها، فهو سباق ما بين التحرير والإخراج الفني والإعلان، وكالعادة الغلبة كانت للإعلان. نعم. نجح الزملاء في أقسام الإعلان والتسويق بتقديم الإعلانات، فيما أنه التحرير بشكل دوري يفشل في أن يقدم أو إعادة إنتاج مواد ذكية تواكب هذه المرحلة. للأسف ما زالت الصحف تمارس نفس الدور، معظم الصحف تمارس نفس الدور، وهي فرد مساحات كبيرة لنصوص تحريرية كبيرة لا تستطيع أو لا يستطيع القارئ أن يقرأها لسببين. أول، بداية المساحات الكبيرة اللي تكون تغطي صفحات كبيرة من الصحف. والأمر الآخر إنها جزء كبير منها هو مادة سبق قراءتها. وبالتالي هذا النوع من القصص تحتاج إلى إعادة إنتاج بشكل ذكي، وهو ما لا تعمد ما لا تتعامل معه معظم الصحف. الصحف التي استطاعت أو توظيف بعض القصص بشكل ذكي لقراءها، أعتقد استطاعت أن تسرق عين القارئ ويقرأ محتواها، حتى لو إنها كانت بعض الأخبار أو بعض القصص هي قديمة. أتمنى أن القطاع الصحفي تحديدا أن يرتقي في تقديم المحتوى الإعلاني الإعلامي والتحريري ليواكب حركة الحركة السريعة التي نشاهدها على المستوى الرسمي. نعم. ما زالت الصحافة فعلا تقدم تباين ما بين المحتوى للقارئ. أعتقد أنه ما زالت الصحافة في قطاعات كثيرة فيها متخلفة عن الركب الدوري أو الركب السياسي الحكومي في كثير من القطاعات الأخرى. جميل، هذا الذي قادني إلى السؤال الذي سألت، ما الذي تطور في عهد خادم الحرمين؟ هنالك تطور مشهود في جميع الأصعدة، بينما هنالك نوع من الرتابة في الصحافة. أتمنى أن الصحف تمارس هذا الدور، أن تواكب التغيير. نعم. ما زالت الصحف على وعدها القديم وعهدها القديم، الفرد المساحات الكبيرة. أنا أتمنى أن تتعلم الصحف من التجارب السابقة. أخوي عبد الله، أنت تعلم أن هناك حديث كثير عن وفاة عدد من الصحف. نعم. وأعتقد أنه إعادة إحيائها مرة ثانية لن يكون إلا بث روح جديدة فيها تواكب تغيرات العصر. نتمنى في السنوات المقبلة وفي المناسبات المقبلة أنه تكون حركة الصحافة مواكبة للحركة الرسمية في بعض القطاعات. يعني نشعر أن هناك حراكا في كثير من القطاعات، قد يكون هناك في تباين بين قطاع وقطاع، ولكن قطاع الإعلام أنا أعتقد أنه ما زال رتيب، ما زال يقدم نفسه بنفس الصورة القديمة الكلاسيكية، إلا بمحاولات شاذة هنا أو هنا في تشعر بهالفرق في المنظومة الإعلامية بشكل كبير. وهذا دورنا إحنا كإعلاميين وكصحفيين وممارسين للمهنة، أن نواكب التغيرات الحديثة، أن نكون خلاقين. نعم. أن نستطيع أن نعيد الجمهور إلى قراءة الصحف مرة أخرى، لأنه لو تلاحظ أنه جزء كبير من الإعلام كله التلفزيوني والإذاعي والإلكتروني هو قائم على منتجات الصحف. نعم. ولكن استطاعت هذه الفئات أو هذه القطاعات الأخرى أن تعيد إنتاجها مرة أخرى بشكل جميل يجذب القارئ والمستمع والمشاهد، بخلاف ما هو موجود في بعض الصحف. جميل،
إلى ثاني ملفاتنا الصحفية التي تحمل الجولات التي قام بها خادم الحرمين الشريفين منذ توليه مقاليد الحكم والبداية من صحيفة مكة التي كان عنوانها الخليج في عين سلمان رؤية وصمام أمان، أشارت فيه إلى اهتمام خادم الحرمين الشريفين بمستقبل منظومة دول مجلس التعاون والذي بدأ جليا منذ الأسابيع الأولى منذ توليه مقاليد الحكم في البلاد باتخاذه مع أشقائه زعماء المجموعة الخليجية القرار التاريخي بالوقوف إلى جانب شرعية اليمن وتطهيره من براثن الانقلابيين، فيما جاء عنوان صحيفة الاقتصادية زيارات الملك الخارجية حنكة سياسية ورؤى ثاقبة وريادة دولية، تناولت فيه الحضور الدائم للمملكة في المحافل الإقليمية والدولية، ولم تأتي تلك المكانة إلا من خلال نجاحات المملكة المتوالية على مختلف الأصعدة بتوجيه وحنكة من قادتها وبدورها. أشار صحيفة الحياة إلى أهم جولات خادم الحرمين الخارجية والتي استطاع خلال فترة وجيزة أن ينجز قائمة بالزيارات التي تصب في النهج السعودي الذي يتسم بالنشاط والفاعلية تابعا للظروف الإقليمية والدولية المستجدة. وأخيرا من صحيفة الوطن التي رصدت استقبال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان عددا من قادة الدول الصديقة على أرض المملكة وأبرم معها عددا من الاتفاقيات. حسن، إن عدت تسمعني، رصدت الصحافة هذه الجولات، دعنا نتفكر نحن الآن في هذه الجولات، يعني كوننا مواطنين ومتابعين للحدث وإعلاميين. صوت انقطع يا شباب. إذا كان حسن يسمعني. أي أسمعك، أسمعك حاليا. جميل. كنت أسأل عن بالنسبة لل نعم. جميل، إذا وصلك السؤال بالنسبة للسياسة الخارجية في نعم بالنسبة للسياسة الخارجية في عهد الملك سلمان هي سياسة خارجية رصينة ومتزنة، نعم، وتواكب التحديات التي تواجه المملكة، ومنذ العام 2012 وحتى عام 2015 وأثناء ولاية العهد قام الملك سلمان حفظه الله بزيارة ما يقارب 11 دولة من أمريكا وبريطانيا وأستراليا، بالإضافة إلى الدول الشرق آسيوية مثل الصين واليابان وباكستان والهند. نعم. هذه الزيارات التي قام بها خادم الحرمين الشريفين هي تأكيده على أهمية قيام المملكة بدورها المحوري في هذا العالم. ومنذ تولي الحكم أيده الله وقام بزيارتين لعمقين مهمين وهم العمق المصري والعمق التركي، بالإضافة إلى تأكيد الروابط مع الأشقاء الخليجيين في قطر والإمارات والكويت والبحرين. هذه الزيارات هي ترسم مدى إيمان خادم الحرمين الشريفين أيده الله برسم سياسة متزنة رصينة تقوم على شد الروابط مع الدول الشقيقة والدول الصديقة، بالإضافة إلى مد الجسور وتحقيق رؤية المملكة 2030 والتي بارك يده الله العام الماضي. هذه السياسة الخارجية المتزنة تصب في مصلحتين عليا وهم المصالح السياسية في المملكة كدور محوري، بالإضافة إلى المصالح الاقتصادية. طيب. التي طيب. أصبحت معالمها واضحة. جميل. في عهد خادم الحرمين الشريفين. جميل. أستاذ موفق، يعني أين وصلت المملكة خلال هذه العامين؟ هنالك حراك دولي واضح، هنالك مكانة، هنالك رأي سعودي مهم جدا في القرار الدولي. أنا أعتقد كما ذكرت سابقا، نعم، أن المملكة استعادت زمام الأمور أو أصبحت تتولى كثير من الملفات بيدها. أنا أعتقد أن خلال العامين هذه شهدنا حراكا عالميا على كافة الأصعدة، سواء الزيارات الدولية إلى المملكة أو التحرك المملكة إلى دول العالم الأخرى، سواء في الشق السياسي أو الاقتصادي. أعتقد أن المملكة استعادت وضعها الطبيعي في وسط العالم الإسلامي والعربي والدولي أيضا. كثير من الملفات على الأقل في فترات سابقة كان هناك عدم وضوح في كيفية التعاطي معها، المملكة الآن أصبحت تتعامل بحزم وبوضوح وشفافية في كثير من القطاعات وكثير من الملفات. بلا شك عندما نتابع حركة الزوار المملكة العربية السعودية على المستوى القيادات الدول وتحرك المملكة الخارجي، نشعر أن المملكة عادت لوضعها الطبيعي في أن تكون قلب العالم ومحور ربط في الكثير من القضايا. جميل. والملفات، والعالم. جميل. أصبح يعول عليها كثيرا في علاج. نعم. هذه الملفات ويستأنس برأيها كثيرا
في علاج بعض القضايا وبخاصة القضايا الإقليمية التي تحيط بها. جميل. بالإضافة إلى أن الحراك الاقتصادي الذي يقود الأمير محمد بن سلمان أعتقد أيضا لا يستطيع إغفاله بشكل من الأشكال، لأنه تعرف أخوي عبد الله الآن يتزاوج ما بين السياسة والمال. نعم صحيح. وكثير من القضايا تستطيع أن تنجزها من خلال هذا التزاوج. أنا أعتقد أنه العامين هذه ما أنجز في هذه العامين هو أكبر بكثير من سنوات كثيرة عشناها أو تعيشها بعض الدول دون أن تحقق هذا النجاح اللي تم فيه خلال هذا العامين. نعم. ختاما، وكما ذكر أستاذ موفق بأنه في عامين تم إنجاز الكثير لظروف المرحلة ولقيادة الحزم والعزم. ختاما أشكر ضيفي من مكة المكرم موفق نويصل نائب رئيس تحرير صحيفة مكة ومن المدينة المنورة حسن النجران المشرف العام على مكتب صحيفة عكاظ. أشكركم أنتم مشاهدينا الكرام، وكونوا بخير.